في الكنانة حيث خير أجناد الأرض، خاض أولاد النيل حروبا شرسة حصدت الأرواح، أدمت القلوب وأبكت العيون. بالمدافع والقنابل والصمود استرددنا الكرامة والأرض، سرنا مرفوعين الرأس بفضل شهدائنا من أبطال الحروب، منهم من نعلمهم ومنهم من لا نعلمهم، لكن حروبنا لم تكن من أجل الأرض فقط ولا من أجل الكرامة فقط، بل حروبنا كانت من أجل الإنسانية، من أجل النور. في طريقنا لمحاربة الجهل كان هناك فرسان مصريون أبطال حرب لا نعلمها ولا نعلم من هم أبطالها. الدكتور إسماعيل أحمد أدهم أول عالم ذرة مصري خاض حربا ضد الجهل فاستشهد عام 1940 وبدا الأمر وكأنه انتحار. الدكتور مصطفى مشرفة صاحب نظرية النسبية الخاصة لأول مرة في تاريخ العلم، كان أحد فرسان القلم والعلم، قاتل بلا سلاح ولا قذائف صاروخية، مات مسموما عام 1950. تلميذته الدكتورة سميرة موسى أول سيدة توصلت لصنع قنبلة نووية رخيصة وغير تقليدية، تعرضت لحادث مدبر وتم اغتيالها عام 1952. ثم جاءت الصدمة القوية نكست عام 1967 تزامنت مع اغتيال عالم الذرة الدكتور سمير نجيب وهو في طريقه لمساندة مصر في انكسارها. كثرت الجراح ودمعت العيون، لكن العطاء لازال مستمرا في طريقنا لمحاربة الجهل. وبعد النصر لبسنا ثوب الحداد مرة أخرى. الدكتور نبيل القليني عالم الذرة النابغة الذي خرج ولم يعد ولم يعثر له على أثر، وظل اختفاؤه لغزا محيرا. الدكتور يحيى المشد عبقري المفاعلات النووية اغتيل عام 1980 وأضاف إلى اللغز حلقة جديدة. الدكتور سعيد السيد بدير عالم الاتصالات الفذ قتلوه أيضا عام 1989 واكتست أيديهم مرة أخرى بالدماء المصرية الطاهرة، لكن يبدو أن الحرب لم تنتهي بعد. الدكتور جمال حمدان انضم إلى قائمة الاغتيالات بعد توصيفه الدقيق لحدود مصر وكشفه مسطور اليهود، وقتل عام 1993. ترى إلى أين تشير أصابع الاتهام؟ مهما كانت الإجابة قاسية، إلا أن الحقيقة هي أن حربنا ضد الجهل لا تزال مستمرة ولن تتوقف. مهما روت دماؤنا أرض مصر ستظل الحرب مستمرة من أجل العلم والعلم.